بروح لجايده. جايده يمكن انت عندك ميزه شويه، تلعبي الدرجه الاولى، تلعبي باساسي الحمد لله، يعني بتاخدي وقتك كويس، وكمان يعني تم استدعائك مع فريق 20 سنه بعد التنسيق مع كابتن طارق خيري تتلعبي معاهم. شايفه قرار 20 سنه ده قرار صائب، قرار كويس، استفدت انت منه على المستوى الشخصي؟ الصراحه حسيت يعني ان احنا كنا محتاجين ان هو يعملوا 20 سنه من بدري شويه، بس كويس ان هم اخدوا الستاب دي يعني. وعامه يعني درجه اولى احتكاك واساسي وكل حاجه، بس برضو مش بنبقى بنفس صحيح. قوه الناس الكبيره، عشان لسه احنا لسه برضو صغيرين، خبراتنا لسه بادئين. وكده. فان احنا نلعب ماتشات ونبقى في كريتيكال تايم وفاينلز وكده، اكيد هتديني يعني خبره اكبر ان انا اساعد كمان الدرجه الاولى. فحاسه ان هي حاجه كويسه الصراحه، خلتني احتك اكتر وابقى في بريشر دايما ان انا ازاي اكسب فرقه، ازاي اكسب صحيح، كده كده تبقى مسؤول عن هيساعد الفرقه. صحيح. طبعا. طيب جايده، انت السنه اللي فاتت تعرضتي لاصابه، او اللي قبليها بعد الشر يا رب عليكي، من وكانت سنتين. من سنتين صح، وكانت برضو يعني دروب في وقت انت كنت ما شاء الله في قمه تهوجك، توجهك او يعني تالقك، خلينا نتكلم يعني اكتر دقه، وبس الحمد لله قدرتي تقفي على رجلك وتتعالجي تاني وترجعي تاني لفريقك تاني من الدرجه الاولى. كلميني ازاي قدرتي تتعدي في الخطوه دي او المرحله دي، مرحله الاصابه؟ انا اولا جالي الصليبي كان قبل كاس العالم بثلاث ايام، كنت مسافره. بس يعني هو كانت صعبة. قضاء، يعني هو ربنا خلاص يعني. طبعا الحمد لله. طبعا. كل عامه الاصابه دي علمتني حاجات، ايه بقى علمتك ايه؟ ادتني قوه ازاي الواحد لما يقع يرجع تاني، وهي اصابه مش يعني مش بسيطه. صحيح. بس كده كده اخدت ستيب باي ستيب بقى، خلاص عمليتي، تاهيلي، رجوعي للملعب واحده واحده، دخولي مع الفيرست تيم. كان حتى الفيرست تيم ليهم دور قوي في جدا، ايه بقى؟ الكوتش واللعيبه نفسيا حتى، يعني كان بيسبورت. انت خلاص، انت دلوقتي واحده مش مصابه، انت كويسه، انت دعموكي جامد. هتحتكي، انت هتتضربي وهتومي وتقعي. وكابتن طارق دايما كان بيتكلم برضو معايا اول ما بدات السيزون ده، اول ما مضيت يعني، ان خلاص حاجه وحصلت واحنا هنبتدي بقى من اول وجديد، وهنشوف انت هتعملي ايه وكده، وخلاص يعني هتتعاملي. لان هي الاصابات استفدت كتير، محدش استفدت كتير الاصابات يعني. كده كده محدش بيلعب رياضه من غير الاصابه. طبعا ده جزء من الاصابه، كنا لسه بنقول في الفقره الاولى ان الاصابه دي جزء من الرياضه. طب جايده، يعني اكيد برضو يعني استفدت حاجه من كل مدرب اتمرن معاكي على مستوى الناشئين، استفدت حاجه في الدرجه الاولى. شايفه ايه اللي يميز النادي الاهلي غير اي نادي تاني؟ يعني اتمرنت مع مدربين كتير النهارده والدوري تحكمي صح، شايفه ايه اللي يميز النادي الاهلي في الباسكت بول؟ حاسه الروح اللي بتبقى في النادي، وان انت تبقى واخد بالك انت بتلعب باسم النادي الاهلي ولابس التيشيرت الحمراء، فهو اجواء تانية بعيد عن صحيح. الباسكت، اجواء تانية ان احنا نلعب تيشيرت نادي الاهلي بتديك حافز ان انت تكسب اي بطوله، وتبقى داخل انت عايز تاخد البطوله دي عشان تبقى البطوله دي للنادي الاهلي في الاخر وفي الاول. برافو.